والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد شنو؟ الإسلام. ومدح الله أهلها وأثنى عليهم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره شنو؟ وذم الله الذين لا يهاجرون وتوعدهم بسوء الخاتمة. الزول القاعد في بلد كفر وما هاجر منا لبلد إسلام وما عنده عذر، ده قال لك في شر وهو متوعد بسوء الخاتمة وبالعذاب، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء الملائكة أتوهم وهم في حال الظلم لأنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. قالوا فيما كنتم، الملائكة بيسألون قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قاعدين في بلد الكفر ونحن مستضعفون، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة شنو فتهاجروا فيها. ما كان تهاجروا، شكا الله قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربهم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله شنو واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عشان كذا تتهاجر. ابن عثيمين قال: ما بجوز للمسلم يسافر لبلد الكفر ولا بجوز لي يقيم في بلد الكفر، بلد تاعت كفر ما بجوز لك تقيم فيها، تجي بلد الإسلام حرام تقعد. قال: ما بجوز تسافر إلا بشروط. لو دار تسافر من بلد إسلام لبلد كفر إلا بشروط معينة. الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة، مش ماشي نزهة ساي سافر ساي دار روح وكذي والبلد ديك ما دار روح فيها وإلى آخره، لا ما بجوز. قال: لأن الهجرة واجبة، واجبة كما ذكر صاحب الأصول الثلاثة وغيره من العلماء. قال: الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة. زول مرض وفي البلد دي مرضه ده ما في علاج له كسبب يعني شفاء من الله تعالى، يقوم يسفروه برا عشان يتعالج، دي ضرورة. في علم في بلده العلم ده ما في، لو في بلده في العلم ده يقعد يتعلم هنا، لكن في علم والناس محتاجة له وهو جايز شرعا بعد ذاك ما في إلا في تمشي. ده الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة، واحد. اثنين، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات التي يلقيها أهل الكفر في بلد الكفر. بلد الكفر ما عندهم شبهات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو ملتهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فيكون عندك علم تدفع به هذه الشبهات، علم كن متين في شبهات على الكفر في البلاد التي تريد أن تسافر لها وهناك ضرورة. ثلاثة، أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، يكون عنده دين خوف من الله وتقوى وحاجز من الشهوات، لأنه بلد الكفر فيها شنو؟ فيها انتشار الشهوات، فيها انتشار الشهوات. أربعة، أن يكون قادرا على إقامة شرائع الله الواجبة عليه، يعني
هناك ما يمنعوك الصلاة، تصلي، تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تعبد الله سبحانه وتعالى. إذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز لك أن تسافر إلى بلد الكفر وتمكث الفترة المعينة التي فيها الضرورة، ثم تسارع في الرجوع، ثم تسارع في الرجوع، لأن الأرض اللي فيها الكفر مزمومة. والزول بيقرأ كتاب التوحيد بعرف الكلام ده واضح في الكلام عن النذر، والنذر في المكان الذي فيه شرك بالله تعالى والذبح إلى آخره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته من بلد الكفر إلى بلد الإيمان إلى الله تعبدا وإخلاصا وصدقا ولجوءا وفرارا، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا، وفي حياته من أجل مرافقته وطلب العلم منه. يعني أنت بتقصد بالهجرة إنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هاجر من مكة للمدينة لما كانت مكة بلد شنو فيها الشرك وكذي. بعد ذاك مكة ولله الحمد صارت بلد إسلام، ولا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى غيرها لأنها صارت بلد إسلام، وسوف تظل بلد إسلام إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، لحد الدجال يجي ولف المسيح الدجال وما يدخل مكة ولا المدينة. بعد ذاك دي من علامات الساعة الكبرى، ثم تقوم الساعة. فتقصد بالهجرة، تقصد بالهجرة وجه الله، تريد وجه الله وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. زمان الناس بيجوا من مكة للمدينة، المدينة فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بيجوا يتعلموا، والهجرة من أجل طلب العلم مشروعة حتى لو كانت من بلد إسلام إلى بلد إسلام. وهجرة فيها تفصيلات كثيرة، في هجر الصفات وهجر الأمكنة وهجر إلى آخره، لكن نحن دارين نختصر فيه. قال الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقاته على الأربعين النووية، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، أيوة اتباعا، قال فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. عشان كذي إذا اتحد جواب الشرط مع فعل الشرط هذا يدل على عظم وفضل هذا الأجر والثواب. ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ده فعل الشرط، هجرته إلى الله ورسوله ده الفعل. جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. الفرق بين العبارتين الجملتين: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا واتباعا، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. يعني الله بيكتب له أجر الزول الهاجر إلى الله وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا له، ويريد طلب العلم منه ويريد مرافقته في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ويتبعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النية تكون وجه الله وحده لا شريك له، لأن الأجر من الله. الناس لو لاحظت قبيل في الآية من سورة النساء: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على منه، على الله، ما قال على الله ورسوله، قال على الله، لأنه أنت بتهاجر لله. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كانوا بهاجروا معه، وبعد هاجر كانوا بهاجروا له عشان يتعلموا منه صلى الله عليه وسلم من أجل العلم، وإنما يتعبدون لله بهذه الهجرة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.